السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ كلشي بخير، كلشي لاباس عليكم. توحشتكم شحال هادي ما صورت معكم شي حاجة ديال الطبخ والكوزينة. ان شاء الله اليوم ندير معكم واحد اسهل وألذ واشهر حرشة سهلة وتحضر بسرعة، تسبق تفطري مثلا وتوجدوها. بسم الله، غادي نقول ندير المقادير ونقول لكم بدون ما نديرو كلشي مرة واحدة، علاش هي حيت ساهلة بزاف كتوجد بسرعة. نشعل هذه تسخن شوية، نشعلو المقلاة تسخن. بسم الله على بركة الله. بسم الله، جوج كيسان ديال السميد الرقيقة، السميد الناعم، ونقضيو باللي عندنا في الدار. انا دابا ما عنديش سنيدة، غادي ندير سكر كلاص ونص كاس ديال الزيت العادي وشويه ديال الملح. وغادي ندير شويه السكر كلاصي، اللي عنده سنيده يديرها، انا بغيت نديرها اليوم ما لقيتش السنيده. ندير معلقه ونص، وغادي ناخذ شويه من هاد الخميره ديال الحلويات، ندير تقريبا نص ديالها حسب معلقه صغيره. وغادي نحرك هادشي، نبس بسو الزيت ضربت وجدها خمسة دقائق او كل واحد يزيد على حسب المقلاة اللي عنده. هاد المقلاة هادي شوية ما كبيراش بزاف وما صغيراش، اللي بغي يديرها في مقلاة كبر يزيد المقادير على حسب المقلاة ديالكم. بغيت نوجدها دابا للفطور، كنت بلاتي نصور معكم. اللي تلف ما عرفش باش يفطر يدير هاد الحرشة. المهم ما يبقاش الواحد يفكر اشنو غيدير الفطور. السكر كلاصي غربلوه، انا ما غربلتوش، مع دابا البرد كلشي يتكركب. انا ما غاديش نقطع التصوير باش تشوف كلشي. بسم الله، نديرو كاس ديال الماء، اللي بغى يدير الحليب يديرو ماشي مشكل. كاس ديال الماء كافيه، هي تتشرب الماء دغيا غادي تشرب. صافي، ناخذ دابا شويه ديال السميده الرقيقه نديروها في المقله. نسرحوها مزيان، هي شويه شربات ماشي بزاف.
حيت لي درت لكم عندي الحرشه بالفرماج والزعتر، حيت لي حطاها في القناه اللي بغاها راه كاينه، جيت هي بزاف زوينه بالفرماج احمر. صافي دابا هي تقادات، وهي تتقلب هيا اللي كتجي مقرمشة كتجي هشيشة. كتجي كتجي هشيشة مقرمشة من الفوق، ما مدقسة لا والو، سخونة. وهادي الوصفة ديالنا ديال اليوم، ان شاء الله تروقكم وتعجبكم وتحاولوا تجربوها مبتدئات غير زعمو، ان شاء الله غادي تجيكم سهله. حاولوا تجربوها. وهذا مكان اليوم، نقول لكم اللقاء، وان شاء الله جربوها. الى اللقاء في شي فيديو جديد وشي وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله، الى اللقاء.